السلام عليكم، معكم قناة مسدير. اليوم غادي نتكلم على هذا الموضوع اللي هو مهم. هذا الموضوع هذا العنوان ديالو الأغذية التي تساعدك في التخلص من الدهون البطن. هو موضوع مهم وغادي يعني تنتمنى أنكم تكملوا حتى الآخر لأنه مفيد مفيد جدا. بالنسبة للأغذية تساعد في التخلص من الدهون البطن، دائما نحن نسعى إلى الرشاقة والشكل المتناسق اللي نتحرك بحيوية، وقد تحدثنا في عدة مواضيع سابقة عن أهمية اختيار الغذاء الصحي والاختيار نمط الحياة. ونمط الحياة يعتمد على التمارين الرياضية اللي هي تكون مرتين حتى 3 مرات في الأسبوع، مع واحد النظام غذائي اللي يمكننا نحصل على واحد الفائدة يعني قصوية في وقت قياسي. نحن نعلم أن تراكم الدهون في منطقة البطن تتشكل واحد المشكلة صحية ونفسية، نظرا لأننا لا نستطيع أن نرتدي يعني الأزياء اللي تنبغيوها، وكذلك تؤثر على حركتنا، مقدرش نتحركوا بعد الحرية. وتزيد كذلك الدهون من مخاطر ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين، عافانا الله وإياكم. وأخطر من ذلك هو مرض الكبد، يعني مرض الكبد الدهني المعروف بتشمع الكبد، وهو من أخطر ما يمكنه، لأن الكبد هو الذي ينقي الجسم من السموم، وعندما يتعطل بفعل تراكم الدهون يتعطل يعني الحركة ديالو، هنا يختل نظام الجسم بأكمله. وقد اخترنا لكم بعض يعني أهم الأغذية والأطعمة البسيطة والغير مركبة والتي تفيد في حرق الدهون، وهي تتنوع بين اللونين الأخضر والأحمر. أولا الخيار، الخيار المعروف هو منعش ويخفض السعرات الحرارية وغني بالألفيات والمعادن، وهو واحد الوسيلة الصحية لتخلص الجسم من الفضلات الضارة، ويفيد في حالة العطش الشديد، فهو يروي الجسم ويساعد على امتلاء المعدة، وبالتالي يساعد على تخفيض الوزن ويفيد في التألق الوجه والبشرة. شوف الدور ديال الخيار. بالنسبة يعني الاختيار الثاني، يعني الأغذية الثانية، الفاصوليا. كما تعرفوا هي واحد الغذاء مثالي بجميع أنواعها، وتساعد كذلك على تقليل الدهون وبناء العضلات، وتحسن عملية الهضم والإخراج المنتظم للفضلات، أعزكم الله. وهي غنية بالألفيات وتحتوي على نسبة يعني عالية من البروتين، وتوفر الطاقة للجسم، لذا يجب إضافتها يعني دائما في الوجبات اليومية، وتضاف للسلطة والشوربة، هذه مهمة. ثالثا التفاح الأخضر. هذا التفاح الأخضر كما تعرفوا يحتوي على واحد يعني واحد النسبة عالية من ألفية الغذاء، يعني تساعد على تخفيض الوزن، والألفيات تملأ البطن وتشعر الشخص بالشبع، يعني متى يأكل تفاح أخضر يحس براسه أنه شبعان، ويعيق امتصاص الجسم للكوليسترول ويقلل إصابة بسرطان القولون. أما بالنسبة للأغذية يعني الرابعة هي أفوكادو، اللي معروفة أنها يعني مكافحة للشيخوخة، وتحتوي على مواد مضادة للفطريات ومضادة للجراثيم، وكذلك تحتوي على ألفية التي تساعد في ضبط الوزن وتساعد في التحكم بالجوع، يعني وحرق الدهون في البطن بسهولة. أما بالنسبة للأغذية الخامسة، أناناس. هذه الفاكهة اللي معروفة استوائية تحتوي على إنزيم، وهو واحد المضاد للالتهابات، ويهضم بالبروتينات التي تساعد في يعني تكوين دهون البطن، ويؤدي بالتالي لتخفيف الوزن. أما الأغذية السادسة، الكرافس، وهو معروف أروع الخضروات على الإطلاق. الرائحة ديالو يعني مبهجة للنفس، والفائدة ديالو يعني قصوى في التخلص من أملاح الكلى الزائدة، وكذلك يخفف كثير من آلام المفاصل. وتكتفي أنه نشرب نصف كوب من العصير كرافس قبل وجبة الغداء والعشاء، فهو يساعد على تخفيف الوزن والحصول على بطن مسطح ومظهر رشيق. وهو من الخضروات يعني الورقية الخضراء، يحتوي على نسبة عالية من الألفيات والفيتامين سي، وكذلك أنه يقلل خطر إصابة بالسرطان المبيض لدى النساء. الأغذية السابعة، اللوز. يحتوي على كمية من الدهون غير مشبعة، يعني دهون صحية، وهي تساعد في عدم الإفراط في الطعام،
وكذلك يحارب أمراض القلب، ويحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم، وهو ضروري لبناء العضلات التي يعني بتقوم بدورها بحرق الدهون. وكذلك يحتوي اللوز على نسبة عالية من الألفيات التي تؤدي لإحساس بالشبع. واللوز قبل أن يجف يكون أخضر اللون، ويؤكل في هذه الحالة كمقبلات. هذه هي الألوان الغذاء يعني الخضراء الرائعة الموجودة من أجلكم. أما بالنسبة للأغذية ذات اللون الأحمر اللي اختارينا منها، الطماطم هي من أهم الأغذية المضادة للأكسدة، وتحتوي كذلك على فيتامين A و C، وهي تعتبر يعني الحب في طبق السلطة المليء بالخضروات، وتكون هي النجمة الطبق، وتحتوي على الحديد والبروتينات كذلك، وتساعد على تخفيض الكوليسترول في الدم. أما يعني البطيخ هي عندنا واحد الجمعية ديال السكر يعني أمريكية، هذه الجمعية هذه قالت بأن البطيخ هو واحد الغذاء المثالي للحد من الدهون البطن، الدهون ديال البطن، لأنه يحتوي على 91% من وزنه ماء، كما أنه يعني مضر للبول. بالتالي فتناول البطيخ يعني الدلاح ولا كما تنقولوا هنا في المغرب، سواء يساعد على الشعور بالشبع، يعني تتشبع من تاكل فيه لفترة أطول، ويساعد في يعني الحد من احتباس الماء في الجسم، وهو يروي العطش، ويثلج الصدر، ويخفف من حرارة الجسم، ويلطف من حرارة المعدة، ويساعد على الشفاء من التهابات المعدة والقولون. كما أن هذه الفاكهة غنية بالفيتامينات، شوف B1 B6 يعني فيتامين سي، وكذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم، وتحتوي على السعرات الحرارية قليلة جدا، وأيضا خالية من الكوليسترول. هنا كشفت واحد الدراسة يعني مثيرة للاهتمام اللي جرت في الجامعة ديال كنتاكي، أن شرب كأسين من عصير البطيخ كل يوم لمدة 8 أسابيع يقلل من وزن الجسم، وخاصة دهون البطن، دون حدوث تغيير على كتلة العضلات. كما أن الاستهلاك المنتظم للبطيخ يخفض يعني من مخاطر الإصابة بأمراض القلب. فلهذا يعني تنصحوا كاع المتتبعين ديالنا أنهم يمزجوا بين الأخضر والأحمر، باش تكون عندهم واحد الحياة يعني أكثر شراقة وصحة. هذا الموضوع اللي يعني صراحة ثار انتباه ديالو، وبغيت نشاركه معكم، وهو مهم مهم بزاف، وأن الإنسان يحاول ما أمكن يعني يدير واحد النظام ديال النظام الغذائي ديالو، وما يكترش، لأن الصحة راكم ما تعرفوا، وخصوصا في هاد المواد هادو اللي كاينين يعني مواد غذائية صعيبة صعيبة بزاف. فلهذا تنتمنى للجميع صحة يعني جيدة، وتنتمنى لكم التوفيق، وما تنساوش التتبع في مواضيع إن شاء الله يعني جديدة ومتنوعة. إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.